والأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه بالتعزية الحارة للشعب اللبناني الشقيق نتيجة الوفيات والإصابات اللي صارت امبارح من الانفجار اللي صار في ميناء بيروت. نتمنى من الله السلامة لجميع مكونات الشعب اللبناني، ونتمنى من الله أيضا أنه تقدر الدولة اللبنانية أن تتجاوز هاي المرحلة الصعبة والمحنة اللي أصابتها. طيب، الانفجار اللي صار في ميناء بيروت حدث نتيجة انفجار مستودع يحتوي على مادة اسمها نيترات الأمونيوم NH4NO3، وهي المادة تستخدم في صناعة الأسمدة الزراعية، وتستخدم في صناعة المتفجرات، وتستخدم في صناعة الأسمدة الزراعية لاحتوائها على عنصر النيتروجين. وعنصر النيتروجين مهم جدا لنمو النباتات، لأنه مثل ما بنعرف كل البروتينات وكل الأنزيمات بكون في تركيبها الأساسي عنصر النيتروجين، وهاي البروتينات والأنزيمات لازمة جدا لنمو النباتات وعملية نقل المواد داخل جسم النبات وعملية إثمار النبات. فبالتالي هاي الأسمدة بقوم العالم بصنع كميات كبيرة منها وباستخدمها على نطاق واسع في قطاع الزراعة في جميع دول العالم. ويقوم العالم بتصنيع ما يقارب 21 مليون طن من هاي المادة. ومن أهم الدول اللي بتصنع مادة نيترات الأمونيوم اللي هي مصر والولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان وروسيا. طبعا هاي المادة كمادة غير قابلة للاشتعال، ولكنها تعمل تسريع لاشتعال المواد المرتبطة معها أو الموجودة بالقرب منها. فبالتالي صار يعملوا لها إضافة مواد مثل كربونات الكالسيوم، وهاي المادة بتقلل من خطورتها أو بتقلل من حدتها أو قابليتها للاشتعال، وبنتج مركب اسمه نيترات الأمونيوم الكالسيوم. طيب، هذا بالنسبة للزراعة. أما بالنسبة للمتفجرات، بيستخدموها عمال المناجم بالحفر والتنقيب وأثناء عمليات التفجير في عمليات التنقيب والحفر في هاي المناجم. طيب، في لها استخدام آخر، بيستخدموا الإرهابيين في صنع القنابل للتفجيرات، مثل ما صار في جزيرة بالي بأندونيسيا عام 2002، ومثل ما صار في تفجير أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1995. حتى الآن أي خلية إرهابية يتم القبض عليها، مثل اللي قبضوا عليها بالكويت وبلندن وبقبرص، بيلاحظوا انه كل خلية يتم القبض عليها بتكون هاي الخلية تخزن كميات كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم لاستخدامها بالقنابل وبالتفجيرات. طيب، نرجع حسه للانفجار اللي صار ببيروت. الانفجار اللي صار ببيروت قوته تقريبا 3 كيلو طن، والكيلو طن هي وحدة قياس الانفجارات المعتمدة دوليا، وهو تقريبا خمس قوة الانفجار اللي صار بمدينة هيروشيما اليابانية نتيجة إلقاء القنبلة الذرية عليها. لأنه قوة الانفجار اللي صار في مدينة هيروشيما كان 15 كيلو طن، ومن لطف ربنا ومن الأقدار الحميدة اللي صارت بالشعب اللبناني إنه كمية كبيرة أو جزء من قوة هذا الانفجار تفرغت في البحر. ولو كان الانفجار مركزي لا سمح الله لكان عدد الخسائر كبير بشكل كبير. طبعا صارت حوادث كثيرة مثل هاي الحوادث في حول دول العالم، انه مصانع اسمدة او مستودعات اسمدة ينفجر فيها مادة نيترات الامونيوم، وصار في الحكي هذا في مدينة تكساس الامريكية تقريبا عام 2013 وتوفى تقريبا 15 شخص، وصار في مصنع للاسمدة في مدينة تولوز الفرنسية عام 2001. ولانه هاي المادة قوة انفجارها كبيرة بشكل كبير، حيث انها 2500 متر لكل ثانية. طيب، هاي المادة تأثيرها على جسم الانسان عند التعرض لها. هاي المادة اذا تعرض لها جسم الانسان بتأثر بس على الجهاز التنفسي، حيث تؤدي الى ضيق بالنفس، حالات بالسعال، او مرات بعض حالات التحسس. وبالنهاية نتوجه مرة اخرى بالتعزية للشعب اللبناني الشقيق، ونتمنى من الله انه يحفظ لبنان ويحفظ كل الدول العربية. شكرا لكم على الاستماع.